طب استاذ احمد، هل تواصلتوا مع وزاره الهجره المصريه علشان تقدروا توصلوا لمريم؟ ايه الخطوات اللي انتوا خدتوها علشان تقدروا توصلوا لمريم ومكان تواجدها؟ لانه اهم شيء دلوقتي ان انتوا تطمنوا عليها. بالظبط، الجهات الرسميه اللي انا تواصلت معاها وقدرت اتواصل معاها هي السفاره المصريه في سويسرا، وزاره الهجره قلت ان انا اوصل لهم صح. في بعض احنا طبعا بنوصل نداءك استاذ احمد لوزاره الهجره المصريه للتوصل للسيده مريم مجدي في سويسرا، ويعني معرفه مصيرها وطمانه اسرتها عليها. يا ريت، لان مريم مريضه سكر ومحتاجه ان هي تاخد انسولين كل يوم، وكل يوم بنتاخر فيه، ففي خطوره على حياه مريم. وليد شخص متطرف وخطر وافكاره خطر، ففي خطوره على اختي، وانا مش عارف اختي فين بقالها 9 ايام. احمد، انت كنت بتحكي لي اخر حاجه عرفتها عنها قبل ما تختفي، ايه اخر حاجه عرفتها عنها قبل ما تختفي؟ مفيش، انا كلمتها اللي هو العادي بنتكلم، عامله ايه، بتعملي ايه، قالت لي انا ما اعرفش بنطبخ وهنعمل اكل وكالعاده يعني. وجوزها وطليقها موجود ولا مش موجود؟ اوقات دي بتبقى في التوقيت ده، هي ما حددتليش هو موجود ولا لا، لكن هو في العادي بيسيبها لو عنده شغل ولا حاجه وبيرجع ياخد منها البنات. تواصلتوا معاه؟ هل في اي تواصل بينكم وبينه وسالتوه عنها؟ بما انه اللي انا فاهماه انه بناء على التحقيقات هناك هو قال ان هو ما شافهاش. بالظبط، لان هو كذب، هو بيكذب ان هو قال ما شافهاش، لكن هو اخر واحد تعامل معاها. انت جايب منين المعلومه دي؟ لانه انه مريم اخر واحد تعامل معاها. لانه مريم يوم الاربعاء موجوده في الشقه بتاعه وليد مع البنات اللي هي بتشوفهم فيها، بتقضي فيها اليوم هناك مع البنات. وبطبيعه الحال مريم مش هتنزل وتسيب البنات لوحدهم قبل وليد ما يرجع. يعني مش هتسيب بنت عندها 6 سنين وبنت عندها 4 سنين وتنزل تروح الاوتيل. صحيح. فمين من مصلحته اللي خطف البنات في البدايه وهرب، والنهارده في حكم محكمه، ومن مصلحته الاولى انه مريم تختفي عشان ما يلتزمش باي احكام قضائيه هناك. هو وليد، انا ما بشككش في الحكومه السويسريه او الشرطه السويسريه، انا واثق في خطه ان هم هيوصلوا لمريم وهيجيبوا حق مريم، ولكن امر كل ما بيطول ففي خطوره على مريم. طبعا. وخطوره كبيره. علشان كده انت معانا يا استاذ احمد، علشان صوتك يوصل وتقدر ان شاء الله تطمن على اختك مريم مجدي في سويسرا، ان شاء الله تطمنوا عليها وتعرفوا ماذا يحدث لمريم، وان شاء الله كل خير باذن الله تطمنوا عليها ونطمن جميعا على مريم.